اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حملت خصاله سنيا ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي ارتقاء يعني ابن قصين، واسمه مجمع، سمي بقصين لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم، فحمى حمام بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه كثير، وارتضى بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونفاه، بن مضار بن نضار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشاب وأباه. أكرم صلى الله عليه وسلم واسطته واسطته المنتقى، وأكرم به من نسب قرره الله تعالى من سفاح الجاهلية، أورد الزين العراقي وارده في مولده الهني، صراط صار نور النبوة في آثاره لبرره البنية، وبدا قدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته محمديا وإبهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحمد آل أنواره الذاتية، وصبا كل صف لهبوب نسيم صبا، وكسيت الأرض بعد أولجت بها من النبات خللا سندسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاه جنان، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الآسرة والأصنام على النجوم والأقوام، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتهاوب البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حميان، وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورغبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه كان، وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين خير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا، وسميه إذا محمدا فإنه ستحمل عقبا. علي اللهم قبره الشريف بعبد جليل صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك. ولما تم لحمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا يعانون سقمه وشكواه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الفضاء حضر أمه ليلة مولده آتية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنام نورا يتلألأ سنام مرحبا يا مرحبا بالحبيب المصطفى مرحبا يا مرحبا بالحبيب المكتفى مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا أمان الخائفين الأمان 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 يا رسول الله الأمان 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 يا حبيب الله وولد صلى الله عليه وسلم واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا.